فإذا السني في عصرنا الحاضر أمامه هاجس واحد لبحث ضوابط المصلحة يجعله يبحث ضوابط المصلحة، أن لا تتحول نظرية المصلحة في الاجتهاد الإسلامي إلى العلمانية. الشيعي أمامه هاجسان في الحقيقة، الهاجس الأول أن لا تتحول نظرية المصلحة إلى شكل من أشكال علمنة الفقه الإسلامي، والهاجس الثاني أن لا تتحول نظرية المصلحة في الفقه الإمامي إلى شكل من دخول المصلحة السنية إلى الفقه الإمامي، يعني أن لا يتسنن الفقه الشيعي. هذه نقطة إضافية في الهواجس هنا. سأعطي مثالا في الهاجس الأول أو مثالين في الهاجس الأول سني شيعي ومثال في الهاجس الثاني. أما الهاجس الأول سأعطي مثالا شيعيا ومثال سني، وأنتم بإمكانكم أن تنتبهوا إلى الأمثلة وتروا أن بحث ضوابط المصلحة يريد أن يواجه هذين النوعين من الأمثلة. مثال الأول على الصعيد الأول اللي هو صعيد مشترك بين السنة والشيعة، خوف من الانجرار نحو علمنة الشريعة. المقالة التي كتبها سنة 1995 باسم مستعار، شخص اسمه المستعار جهانجير صالح بور، في مجلة كيان أو كيان في العدد 24، جهانجير صالح بور، وهو على المشهور اسم مستعار، والشخص الحقيقي هو سعيد حجاريان. هذه المقالة ماذا تريد أن تثبت؟ أشرنا إليها في العام الماضي إشارة، إذا الأخوة يذكرون، لا أدري إذا متذكرين الأخوة. هذه المقالة تريد أن تثبت أن ذهاب الإمام الخميني وخط الإمام الخميني إلى فقه المصلحة سيؤدي إلى التحرر من فقه الجواهر، وبالتالي التحول نحو العلمانية. هذا ادعاء صاحب المقالة هو هكذا، وذكر 10-12 شاهد على هذه القضية. ذكرنا نحن بعض الشواهد في العام الماضي عندما كنا نتكلم عن تأثير نظرية المصلحة، يعني تأثير فكرة التقنين في دائرة الفراغ. ادعاؤه هكذا، أن الحديث عن فقه المصلحة هو بداية رحلتنا، يعني نوع من ترحيل الفقه بتعبيرنا العربي المعاصر، ترحيل الفقه من الجواهرية إلى العلمانية. شوي شوي أنت تقول فقه، يلا نتخلص من حكم الأول، نتخلص من حكم، تصبح من هو المرجع في كل شيء؟ العقل الإنساني الذي أنت سميته عقل ولي الأمر.